مرحبا، تعليق على الأخبار اللي بخصوص نادي الشرطة والأزمة اللي صارت بعد تصويت الهيئة العامة بإقالة إياد بنيان واثنين من أعضاء الإدارة وتعيين رياض عبد العباس وحكيم شاكر رئيس ونائبة بالهيئة الإدارية لنادي الشرطة. طبعا العملية اللي صارت أنا أتفق ويا وزارة الشباب ووزارة الداخلية إنه هي غير قانونية. مو أي شيء يصير تصويت وانتخاب هو بالضرورة يكون قانوني، صحيح الانتخاب والكرسي والتصويت المباشر هو هذا، لكن الطريقة اللي غير صارت مو ما لها حجة قانونية. الرجل تصرف بعض التصرفات والإدارة مالته من باب الاجتهاد، وأنا كتبت عليها مقالات وحاولت انه بأي طريقة حاولنا ننشر بصحيفة النادي للأسف اللي هو السبب بإصدارها، لكن الإخوان إعلاميين نادي الشرطة المكتب الإعلامي يعني مع احترام إلهم وولاهم للنادي وبعضهم كانوا هم السبب تغيير إدارة رعد حمودي الفاشلة، لكن الحقيقة ما أعطونا مجال ننصح الهيئة الإدارية بأن التصرف، وبعض الإعلاميين أيضا كتبوا التصرف اللي صار غلط، إلغاء ألعاب ورياضات بحجة إنه ما عندها نشاط، لا بعضهم أبطال عالميين مثل البطل الشرع. صحيح أكو، بس الفساد موجود حتى بكرة القدم موجودة، فش معنى حلوا ذيش الألعاب؟ بعدين قالوا تبعناها الأندية الأخرى لوزارة الداخلية. زين هو السؤال، وزارة الداخلية بما أنها عندها نادي الشرطة وبعض الأندية التابعة، ليش الصرف هذا الزايد اللي يردون يسوون تقشف نادي الشرطة توفير أموال على مود يشترون محترفين ومدربين وكذا الأمور هذه؟ هذا شيء جيد، لكن باقي الألعاب أنت تضمها الأندية تابعة لوزارة الداخلية، زين أنت ليش ما تلغي الأندية هاي كلها؟ هو سبب وجودها قديم وبعضه أوجده عدنان الأسدي وكيل وزارة الداخلية. زين سؤال اللي يطرح نفسه، ليش ما دمجوها كلها بنادي مركزي، نادي كان فترة من الفترات بالنظام السابق سموه نادي قوى الأمن الداخلي وبعدين الشرطة، ليش ما يكون هو هذا النادي المركزي اللي الجميع كل وزارة الداخلية ببغداد، ويصير كل الألعاب يعني قانون إنه كل الألعاب المعترف بها بالعراق أولمبيا تتواجد بالنادي، ومو من حق الهيئة الإدارية تلغيها، لكن بشرط أيضا تكون أندية صحيحة يعني رياضات صحيحة، مدرب يختار لاعبين يشاركون بالبطولات على ضوها، يبقون مدارس متخصصة بكل لعبة يخلونها على غرار نادي برشلونة وريال مدريد، ترى هم عندهم رياضات ثانية موجودين، نادي الهلال بالسعودية، احنا نادي رياضي، طلب الرياضي، الشرطة الرياضي، الزوراء الرياضي، لكن احنا الادارات صدفة يلغي لك العاب تاريخها ولا شنو يا بي؟ انا بدي اوفر شنو يجيب للاعبين اكسباير من افريقيا او شيء، انه والله اردنا تنافس عليه من على بطوله الدوري اليوميه يلغونها، على كاس الاتحاد الاسيوي اللي انت حتى ما تلعب وين نخبه اسيا صرت وتطلع من البطولات هذا. لكن احنا يعني نصحنا يا بنيان والكثير جماعه اعلاميين هم اشهر من عندنا نصحوه، لكن ما اخذوا الاداره وزاره الداخليه النصيحه، ولكن انتم ما تقيلون الناس دول، الناس دول اجوا منتخبين واجتهدوا بقرار واحنا نقول اخطاوا بيه، بس وزارة الداخلية نفسها تتحمل الخطأ اللي صار. إذا مو هو مو بس إياد بنيان، ما الأمر مو كله بيده، لكن ممكن يتراجع عنه، إذا بس الإقالة لازم تكون على تصرف شيء فسادي يعني بين، بمعنى إنه يحط بجيبه هو أو مقربين إليه، بس هو صار اجتهد الرجل، اجتهد ونجح بكثير، رجع الدوري للشرطة الموسم الماضي، أنا أعتبره هو بطل الدوري لأن ألغوه بعدين قالوا الشرطة بطل، بعدين ماكو بطل، بس المهم هو نعتبره بطل غير متوج العام، رجع النادي يبني وبدأ المدينة الرياضية يبنونها ولو تعثرت بسبب الميزانية، لكن هذا شيء عام بالبلد ما يتعلق الأمر بيه سوى صحيفة، هو كثير أمور انتهت المشاكل، دعم التراس الشرطة. لكن يا جماعة الخير تسوي انت تصويت وتقيل الرجل وتقيل الزملاء له وتجيب رياض عبد حكيم شاكر مدرب منتخب يوميه بدوله بطوله، وهو مدرب اولمبو وهو وطنه، وهو يمكن انا متاكد اذا الشباب منتخب الشباب شارك بكاس العالم او التصفيات هم راح يجيبونه هو. زين هذا شيء يدير من الشرطه، شيء يقدر يسوي شيء، شلون يعني حتى فساد، شلون اداره وبنفس الوقت تدريب؟ رياض عبد العباس، رياض عبد العباس اسان ما مدير منتخب خلوه، ما لاعب اللي ما سوى مشكلة،
مشكلة عماد ومحمد ويونس محمود اللي رادت توصل لأمور حتى طائفية بيها، سببها رياض عبد العباس والفتنة اللي سواها. فشخص ما قدر يدير منتخب يسافر من دولة لدولة مجرد 20 22 لاعب، هذا تجيبه يقود نادي الشرطة بحجمه هذا؟ زادا هل هو يعني حريص على ألعابه وراح يرجحها؟ ويرجحها شلون؟ يرجحها بالمحسوبية اللي بيها بعض الرياضيين، يقول لك يا بنيان عندي لاعبين بالرياضة الثانية غير كرة القدم قاعدين ببيوتهم وياخذوا الراتب. هو عنده وجهة نظر صحيحة، لكن التصرف كان مجمله هو قلنا غلط. إذا الحل هو بيد وزارة الداخلية ووزارة الشباب، وزارة الداخلية ونصيحة، ولو هي ما بها وزير، يعني هي وزارة داخلية 4 سنوات بس بالوكيل، ورئيس الوزراء كان المنتهي ولاية نور الملك، هو يعني يقوم بمقام وزير والدفاع والداخلية وباقي الدوائر الأمنية، هو هذا أهم سبب مباشر ترى، إنه يابا يا جماعة يا وزارة الداخلية اجمعوا كل أندية وزارة الداخلية، لا تصرفون على أي نادي غير نادي الشرطة، جمعوها نادي مركز ببغداد وبلاها نادي النجدة ونادي ما أدري شنو هو نادي ما أعرف إيش، جمعوها بنادي واحد وشامل كل الرياضات، وخلوا هذا النادي تخصصي، قسم فريق إدارة فريق الشرطة خاص بكرة القدم محترف، لأن حس الأندية ريال مدريد برشلونة قلنا الهلال السعودي غيره شلون دخلوا الاحتراف طبقوا قانون الفيفا اللي يقول لازم الأندية محترفة بهاي الطريقة، إنه الفريق القدم يكون له يخضع لقوانين الاحتراف الدولية والآسيوية، وبالنسبة للأندية قارة آسيا باقي الرياضات أساسا بعضها يعني هم تكون محترفة، لكن ما يشرط عليها الفيفا بقانون معين، فهذه تكون لها إدارة ثانية، لكن هي من ضمن المجمع النادي هذا. فبهاي الطريقة تحلون المشاكل، الإدارة ما تقيلونها لأن قلنا ما سوت فساد بين، يعني بمعنى إنه السرقة، وعليه لا إلغاء لا حل للإدارة الحالية، نصيحتهم يعيدون الألعاب، ونصيحة لوزارة الداخلية الأم تدمج الأندية كلها بنادي الشرطة الأم. وتحياتي لكم، حمدان التميمي من تكساس الولايات المتحدة.